جد ما عم افهم. ابني حبيبي برافو امي لا برافو تساوي عليك. هيك. طيب حبيبي اهدى، ما بحب اني اقرب عليه بنوب. على كل حال ما بدي اعطلكم اكثر. امي كانت تساوي نفس الشيء، وانا كنت اهرب مثلك تماما. ما بحب تعاملني وكأني ولد صغير. لما تخسرها لا سمح الله رح تندم على كلامك. خليك جنبها ولا تهرب منها. أخي عمر تاكل كيك؟ كتير طيبين. ما في مشكلة إذا أخذت قطعة لأختي، ما هيك؟ لا ما في مشكلة، بتقدر تاخذ لها. تمام، لأنه أمل بتحبه كتير، ممكن تعطيني محرمة؟ طبعا. شكرا. لمين الرقم هذا؟ إن شاء الله ما يكون صاير شيء. ألو سيد أورهان، مرحبا، أنا نبهات أتاكول. أهلين نبهات خانو. سيد أورهان، أنا هلأ بدي أقول لك شيء، بس لو سمحت لا تقلق أبدا. شنقول صار معها حادث صغير وهي وقعت عن الدرج. شو؟ وكيف هلأ؟ نقلتوها على المشفى يا خانو؟ ما بيقدر يستغني عني. لا لا سيد أورهان لا تقلق، ما في داعي للمشفى. رجلة وجعتها شوي وحطينا لها مشد، بس ما رح تقدر تدعس عليها لبعد كم يوم. طيب ماشي، شكرا لك يا خانم، أنا جاي فورا. تمام، عزبناكي معنا. شكرا. ها تمام، نحن عم نستناك سيد أورهان، مع السلامة. الحمد والشكر لك يا ربي، ألف الحمد لله لك يا ربي. شي نقول مو بس يجي تنسي حالك وتنطي من الفرح. انت وقعتي عن الدرج ورجلك عم توجعك، تمام؟ لا تنسي. ايه والله معك حق نبهات خانم، خليني اتمرن شوي. آخ عم توجعني، آخ عم توجعني كتير يا نبهات خانم. مو معقول. أنا ما أطول ولا يهمك. عفوا، ممكن أخذ الحساب لو سمحتي؟ ايه طبعا. ايه وين دروك رح يجي؟ ما هيك قلت لك رح يوصل طلبية هلأ بيجي. شو بدك بدروك؟ هاي فرصة ما رح تجي مرة تانية اني شوفه عم يمسح الأرض يا آسيا. ما عم صدق. طيب ليكي شو بيعمل كمان؟ بيغسل الصحون؟ ايه بيغسلهم. ما عم صدق. شو هالحب؟ دروك أتاكول عم يجلي الصحون وعم يطلع بالباص كمان بس كرمال البنت اللي بيحبها. والله شكله هالولد بيحبك كتير يا آسيا. أنا باخده، أنتي رتبي المكان. تمام شكرا. حبيبتي عم قلك رح تكون مجموعة صغيرة كتير. طيب ادرسي للامتحان وبعدين تعي، هنن 3 ساعات. عم قلك رح يعطوكي 1000 ليرة، رح تشتغلي كرسون. خلص خبريني شو بصير معك. عفوا عفوا، أنا سمعت حديثك من دون قصد، لا تواخذيني، بس بيدفعوا 1000 ليرة باليوم للي بيشتغل جرسون؟ آه في عيد ميلاد لشخص. أنا طالبة جامعة وبشتغل هيك شغلات. أنت بدك تشتغلي؟ حتى قولي لرفيقتك كمان إذا بدها. هاي بنت عمي، يعني هو صعب علينا شوي نشتغل بالليل، بس آسيا البنت عم تعرض علينا شغل تخديم على عيد ميلاد و1000 ليرة باليوم. آسيا مو هيك؟ ايه انت بتعرفيها؟ لا ما بعرفها. ما بعرف ابك، صعب شوي لانه بالليل. مندبرها آسيا. طيب انت عطيني رقم موبايلك وانا ببقى بخبرك. ايه طيب ماشي. لحظة. عم بستنى اتصالك. رح اتصل لا تقلقي. شكرا لك. اهلا وسهلا. ابك ما اتفقتي معه ما هيك؟ ما بقدر اروح بدون ما اسال اخي. برافو عليكي، ساليه مشان ما يسمح لك. ايه اكيد ما رح يخليكي تروحي ابدا.